السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناة تكنولوجيا الإلكترونيات الحديثة. الدائرة اللي هنشرحها النهاردة هي دائرة جميلة جدا واستخداماتها عديدة. زي ما انتم شايفين ده حجر بطارية 3.7 فولت. الحجر ده ليثيوم ايون، طبعا الحجر ده قابل للشحن. الحجر ده استخداماته كتير جدا، بيشتغل في الباور بانك، بيشتغل في بطاريات اللابتوب، بيشتغل في حاجات كتير جدا. احنا بقى عايزين يشغل بالحجر ده اللمبة دي، لمبه ليد 20 واط. اللمبه دي بتشتغل على 12 فولت. اللمبه دي قويه جدا ومن الصعب انها تشتغل على حجر بطاريه 3.7 فولت. زي ما انتم شايفين كده دي اللمبه ليد، وطبعا المبرد بتاعها من الالومنيا. تعالوا بقى نشوف ازاي هنشغل اللمبه دي. اول حاجه هنعملها هنجيب الافوميتر بتاعنا عشان نشوف البطاريات اللي احنا هنستخدمها مشحونه كويس ولا لا. انا ليه بقول لكم مشحونه كويس؟ علشان انا عايز اوريكم ان البطاريه لوحدها مش هتشغل اللمبه الليد. هنقيس كده البطاريه زي ما انتم شايفين كده، نستخدم الافوميتر. ادي 3.9 فولت، دي مشحونه كويس جدا. هنجيب برضو الحجر الثاني عشان نقيسه. زي ما انتم شايفين الحجر ده برضو ليثيوم ايون 3.7، بيشحن لغايه 4 فولت و4.2. زي ما انتم شايفين كده الحجر مشحون 4 فولت. الحجر ده مشحون كويس جدا. تعالوا بقى نجرب الحجر ده على اللمبه الليد عشان نشوف هيشغل اللمبه الليد ولا مش هيشغلها. الحجر ده زي ما انا قلت لكم انا عايز اشغل بيه اللمبه الليد دي. هنجيب الحجر ونوصله مع اللمبه الليد، حجر واحد بس، ونشوف. الموجب عندي هنا مميز باللون الابيض، والاسود هو اللون السالب. زي ما انتم شايفين كده انا وصلت الحجر في اللمبه واللمبه ما نورتش. طيب هنجيب برضو الحجر الثاني اللي هو 4 فولت ونجرب برضو السالب والموجب عشان نشوف هينور اللمبه ولا لا. زي ما انتم شايفين كده اللمبه ما نورتش. طيب تعالوا نجمع الحجرين مع بعض ويبقى عندنا حجرين على التوالي هيدونا ناتج فولت 7.9 فولت. وتعالوا نشوف ال 7.9 فولت هتشغل اللمبه دي ولا مش هتشغلها. وطبعا زي ما قلت لكم ان الحجرين مشحونين كويس. هنجرب كده، هنوصل الحجرين مع بعض على التوالي ونجمعهم مع بعض، وفي الناتج هيبقى عندنا 7.9 فولت. هنجرب نوصل بيهم اللمبه. زي ما انتم شايفين كده اللمبه يا دوبك سرت اضاءه ضعيفه جدا جدا، وهي فيها اربع صفوف من اللمبات، في الصف الاول والصف الثاني، الصف الثالث ما نورش خالص، الصف الرابع نور تسريه خفيفه جدا، يعني ما يعتبرش شغل اللمبه الليد بكفاءه ولا اي حاجه. هنجيب الافوميتر عشان برضو نقيس الفولت اللي داخل على اللمبه عشان اوريكم ان الحجرين مشحونين تمام ومديني 7.9 فولت. زي ما انتم شايفين كده الحجرين مديني 7.9 فولت. اللمبه دي ما تشغلش اقل من 12 فولت، وقوه الاضاءه بتاعتها 20 واط، وليها تبريد لان اللمبه دي بتسخن. فاحنا هنجرب بقى النهارده ازاي نشغلها على حجر واحد بس من الحجرين دول. زي ما انتم شايفين كده انا هفك الحجرين. تعالوا بقى نشوف مع بعض الدايره اللي هنستخدمها النهارده، اللي هي دايره كونفرتر رفع او مديول الرفع، اللي هو مديول رفع الفولت اللي احنا هنستخدمه النهارده. عباره عن دايره صغيره جدا بتديني فولت متدرج من 3 فولت لغايه 41 فولت. يعني انا اقدر اديها 3 فولت او 3.7 فولت وتطلع لي من الناحيه الثانيه من 3.7 فولت لغايه 40 فولت. اقدر ارفع الفولت واتحكم فيه زي ما انا عايز من مفتاح البط اللي موجود فيها. هركبها النهارده على اللمبه الليد عشان نشغل بيها اللمبه الليد، وتعال نشوف ازاي هنوصلها ونجربها. زي ما انتم شايفين كده الدايره فيها دخول وخروج. الرقم بتاعها ال XL 6009 EE.
وطبعا الدايره دي بتشتغل دي سي دي سي، يعني بتشتغل على التيار الثابت وبتخرج تيار ثابت. زي ما انتم شايفين ده الدخول، ومكتوب حرف الان، ومميز في عندي طرفين موجب وسالب، وهنا الاوت، وفي عندي طرفين زي ما انتم شايفين كده اوت سالب واوت موجب. يعني انا بديها على الان دخول وباخد من الاوت خروج. هنجرب ازاي نوصل الدايره ديت عشان نشغل بيها اللمبه الليد. اول حاجه هنعملها هنجيب الزير علشان خاطر نحط الزير على الاطراف علشان نقدر نلحم السلك بتاعنا كويس. ده الدخول الانبوت. هنجيب البطاريه ونوصلها، نوصل الموجب، وطبعا الاطراف مميزه، يعني الانبوت مكتوب عليه انبوت موجب وانبوت سالب، عليها العلامات بتاعه الموجب والسالب عشان ما حدش يتلخبط في الاطراف. وادي السالب، طبعا ده الحاجه البطاريه الليثيوم ايون اللي انا قلت لكم انه مشحون شحن كويس جدا على 4 فولت. دلوقتي هنجيب الافوميتر علشان نقيس الخرج ونقيس كمان الدخل عشان نشوف فرق الجهد. هنبدا نقيس. انا زي ما قلت لكم ان الدايره دي، دايره الرفع دي، بتبدا من 3.7 فولت. هنبدا كده نحط الافوميتر. انا ظبط الافوميتر على 20 فولت زي ما انتم شايفين كده، اثلي 3.7 فولت. هنبدا برضو نقيس الدخل ونشوف الدخل. زي ما انا قلت لكم الحجر ده مشحون شحن كويس 4 فولت. طيب نبدا بقى نحط الافوميتر عشان نشوف الخرج هتدينا كام فولت متدرج. وانا بدرج الفولت عن طريق مفتاح بط بلشميتر دقيق جدا. المفتاح دوت دقيق جدا في ضبط الفولت. وانا بلف كده الفولت بيبدا يتدرج معايا واحده واحده ويبدا يرفع معايا زي ما انتم شايفين، وكل ما الف كل ما الفولت يعلى معايا. وزي ما انتم شايفين كده الدايره قاست معايا 13 14 وتفضل تعلى معايا كده اهوت. وزي ما انا قلت لكم ان الخرج بتاعها اقصى حاجه 40 فولت او 41 فولت. هنبدا كده نشوف زي ما انتم شايفين كده 19. انا كده ضبط الافوميتر على 20 فولت، انا عديت ال 20 فولت، فالافوميتر على طول راح مديني ان الفولت وصل للحد الادنى الاقصى. فانا دلوقتي هارفع الافوميتر على 200 فولت علشان خاطر ابدا اقيس من بعد ال 20 فولت عشان اشوف هوصل لكام. احط تاني كده واكمل العد الرفع عشان اشوف. انا كده وصلت على 20.6. ابدا كده ارفع كمان 21 22. هبدا يرفع معايا الفولت كل ما انا بلف المفتاح ده. زي ما قلت لكم المفتاح ده دقيق جدا، ما هوش مفتاح بيلف كده لفه وخلاص ويخلص، لا ده يفضل يلف معاك لغايه مسافه معينه. 33 35. وطبعا انا كل ما هارفع من الفولت كل ما الامبير هيقل معايا، ولكن انا لو ظبطت الدايره بتاعتي عند حد معين هاخد منها امبير كويس وفولت كويس. طبعا احنا دوائرنا اللي احنا ممكن نشتغل عليها الدايره دي، زي مثلا ممكن نشغل راوتر، ممكن نشغل شحن موبايل، ممكن نشغل حاجات كتير جدا عن طريق الدايره ديت. احنا النهارده هنشغل عليها اللمبه الليد. زي ما انتم شايفين هي وصلت ل 41 فولت، ده اخرها. هنبدا بقى نقلل الفولت مره تانية ونرجعه تاني ل 3.7 فولت عشان هنوصل اللمبه بتاعتنا، ونبدا نرفع مع بعض الفولت بالتدريج علشان نشوف اللمبه هتشتغل عند قد ايه بالظبط. زي ما انتم شايفين كده بينقص معايا لغايه ما بوصل ل 3.7 فولت، وده اخرها، ده البدايه بتاعتها. هنجيب بقى اللمبه الليد ونوصلها على دايرة الرفع. وزي ما قلت لكم اللمبة الليد دي 20 واط، شغال على 12 فولت. هنجيب الأزير عشان نشعر الأطراف اللي هنلحم بتاعة البوردة عشان تلحم معانا على طول. طبعا أنا هاخد بقى ده الأوتبوت الخارج. وطبعا الأوتبوت عندي أوتبوت سالب وأوتبوت موجب، ومميزين بالأطراف يعني عليهم العلامات بتاعة الموجب والسالب. طبعا انا عندي هنا الثالب باللون الاسود والموجب باللون الابيض في اللمبه.
من السهل جدا ان هو توصل، مفيش اي مشكلة. اوصل كده الموجب، انا كده وصلت في الاوتبوت. يبقى الانبوت انا مدخل الحجر 3.7 فولت او الحجر اللي انا شحنه 4 فولت، والخارج بتاعي على الاوتبوت على اللمبة الليد 20 واط. اللمبة دي زي ما قلت لكم انها بتشغل على 12 فولت. هنبدأ بقى نجيب المفك علشان ندرج بالتدريج ونعلى بالفولت لغاية ما نشغل اللمبة الليد دي ونشوف هتشغل عند قد ايه. زي ما انتم شايفين كده عند اللمبة، هنبدأ بقى نعلي كده بالتدريج. وزي ما قلت لكم ان المفتاح دوت مفتاح بط دقيق. هنلف كده واحدة 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 كده، يبدأ الفولت يعلى معانا. زي ما انتم شايفين كده انا كده وصلت للفولت لما كان كنت موصل الحجرين مع بعض. نبدأ نعلى تاني، وواحدة واحدة كده هنفضل نعلي الإضاءة لغاية ما نخلي اللمبة تنور الإضاءة بتاعتها اللي احنا عايزينها. زي ما انتم شايفين كده ابتدت اللمبة تنور الأربع خطوط بتوع الليد. زي ما انتم شايفين الأربع خطوط منورين، بداية تشغيل اللمبة يا دوبك مسريين. هنبدأ نعلي كمان، زي ما انتم شايفين هنعلي كمان أكتر، هنعلي كمان أكتر، هنعلي كمان أكتر، هنعلي كمان أكتر عشان نوصل للإضاءة ال 20 واط. وطبعا أنا كنت بعلي بالتدريج واحدة واحدة علشان أوريكم مراحل إضاءة اللمبة لغاية ما تاخد ال 12 فولت بتوعها مظبوطين. أنا كده وصلت ال 12 فولت واللمبة نورت نور شديد جدا. هحط لكم إيدي كده عشان تشوفوا، لأن الإضاءة ضاربة في الكاميرا فأوتوماتيك الكاميرا بتهدي الإضاءة علشان خاطر تخلي التصوير يبقى كويس. لكن فعليا الإضاءة منورة كويس جدا واللمبة شغالة بكفاءة عالية جدا. طيب الدايرة الصغيرة اللي احنا استخدمناها دي اللي هي دايرة الرفع الكونفورتر، اللي هي دايرة رفع الفولت، دي دايرة رفع متدرجة. يعني أنا أقدر أتحكم في الفولت زي ما أنا عايز والفولت الخارج زي ما أنا عايز. وزي ما قلت لكم إنها بتشغل من 3.7 فولت وتديني خارج من 3.7 فولت لغاية 40 فولت. طبعا انا مستخدم حجر واحد بطارية اللي هو حجر ليثيوم ايون 3.7، وكنت ممكن احط حجرين توازي عشان اخد اضاعف الامبير، يبقى 3.7 فولت والامبير اعلى علشان اقدر اخد من الدايرة دي امبير اكتر. نيجي بقى منين اقدر احصل على الدايرة دي. الدايرة دي موجودة في محلات الالكترونيات، ولو انت عايز تشتريها وجيلك لغاية عندك في البيت، يعني انت مش محتاج ان انت تروح تشتريها، هي تجيلك لغاية عندك البيت، مندوب المشارات يجيبها لك لغاية عندك في البيت. هي بتتباع على موقع سوق دوت كوم. السعر الدايرة دي على سوق دوت كوم تمنها 40 جنيه. طبعا بيدفوا مصاريف شحن حوالي 25 جنيه، يعني تقريبا الدايرة عبال ما بتوصلك بتكون بتدفع حوالي 65 جنيه. والاجمل بقى انك انت ما بتدفعش فلوس ساعة ما بتعمل طلب الشراء. يعني انت بتعمل طلب الشراء والمندوب بيجيبها لك لغاية البيت وبتديله وبتحاسبه هو لما بيوصلها لك البيت، يعني الدفع عند الاستلام. طبعا الدايرة دي زي ما قلت لكم كده ان استخداماتها كتير. الدايرة دي هكتب لكم رابط الشراء بتاعها في صندوق الوصف، وكمان مواصفاتها لو حبيت تشتريها من اي مكان على محلات الالكترونيات. هي ارخص من في المحلات الالكترونيات حوالي 30 جنيه او 25 جنيه، لكن على سوق دوت كوم تمنها 40 جنيه. زي ما انتم شايفين كده الدايرة بسيطة جدا جدا وعملية جدا، واحنا عملنا بيها فيديوهات قبل كده في القناة، تقدر تراجع الفيديوهات بتاعت القناة هتلاقي نفس الدايرة ديت موجودة على القناة عندنا، عملنا بيها برضو مشاريع تانية قبل كده. اتمنى ان الشرح يكون مفيد، واحنا كده وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا. ولو انت اول مرة تشوف فيديوهاتنا او تشاهد فيديوهاتنا، يا ريت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة. اشكركم جدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي للجميع.